أنا ميس هند، مدرسة ماس، متطوعة هنا في مستشفى 57، وأنا واحدة من فريق عمل متكامل هنا في المستشفى بنشرح للأطفال. هو أهم شيء العامل النفسي للأطفال، لأن ده بيأثر تأثير إيجابي وليه عامل كويس على الشفاء، بيساعد على الشفاء. لأن الطفل لما بيجي هنا المستشفى وبيتأخر عن زمايله في المدرسة، بيتأخر دراسياً، ففي طفل ياخد مثلاً فترة العلاج عام، في طفل ياخد أكثر من عام، فالطفل حالته النفسية بتسوء وبتتأخر لما بيحس إن زمايله سبقوه في الدراسة. أنا بشرح دلوقتي لطالب في أولى ابتدائي اسمه محمد، هو من الطلاب الشاطرين عندي، والحمد لله قدرنا في فترة بسيطة إن احنا نلحق المنهج ونوصل لزميله للمدرسة.